ماشي 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 خاصة بالمشاريع الكبرى للولاية راح نشوف جزء منها. عندنا هذا الصرح الكبير هو مجلس القضاء، عندنا 8000 مقعد بيداغوجي، وكذلك راح نشوف البراج كما نقول السد تاع وجدرة. هذا متعينة فقط من المشاريع الكبرى، في مشاريع أخرى راح نشوفها من القدام كمنطقة سياحية وبعض المستشفيات. هذا إن شاء الله يكونوا مبرمجين لزيارة رسمية لعملية التدشين. قبل عملية التدشين تكون هذه الزيارة على الأقل على المستوى المحلي، السلطات المحلية، المصالح الأمنية، العدالة، إخوة العدالة، إخوة النواب تاع البرلمان، الشباب، كمسؤولين محلي مع الأسرة الإعلامية، نكونوا على دراية بهذا لي كرون بروجي، وهذو إن شاء الله مقبلين على عملية التدشين، لأن راهو في الرتوشات الأخيرة، الحجم هذا في الولاية هذه، راه مكسب المكاسب الكبرى، موجود المجلس الحالي بوضعية غير لائقة من كل النواحي. الحمد لله اليوم هذا بالصرح هذا ونعود نشوفوا دوكا القاعات تاع الجلسات في اريحيه، سواء بالنسبه للطاقم تاع العداله، سواء بالنسبه للمحامين، سواء بالنسبه للمتقاضيين، للمواطنين، يعني كل الشروط مهيئه بهذا الحجم هذا، بالاضافه الى الوسائل التقنيه الحديثه التكنولوجيا اللي راه داخله فيه فوزا، كل الشروط يعني التقنيه اللي بالمستوى العالي موجوده فيه. ممكن نشوفوا الظروف الموجوده فيه، بلي تقدر العامل الدور تاع قطاع العداله راه في اريحيه تامه من كل النواحي، ونظن هذا راح يكون من المكاسب الكبرى تاع ولايتنا ان شاء الله. دونك نبداو حاله بحاله نشوفوهم، فالتدريب كاين ناس اللي تشوفها اولويه، كل حاجه عندها مكانتها. كيما نتكلموا على المستشفى، نتكلموا على المجلس، نتكلموا على الجامعه، نتكلموا على كل حاجه عندها المكانه تاعها. ولكن قلت هذا صرح كبير، راك تشوفوا يعني طريقة الإنجاز تاعو حديثة بإمكانيات كبيرة، مؤسسة صينية دارت لي كرون طرابو، ولكن شغال أخرى هي مؤسسة جزائرية. اليوم الزيارة تاعنا من نوع خاص، هي تخص مشاريع كبرى على مستوى الولاية، وهذه المشاريع الاستراتيجية. اولا بالنسبه عندنا سد ولا راح يمون المنطقه الشماليه تاع الولايه بالسعه تاعو 35 مليون متر مكعب، والاشغال كما تعرف راهي في النهايه تاعها، ان شاء الله نستلمو نهايه السنه، ومن بدايه من السنه المقبله نبدا في العمليات كما نقول الملء تاعو، يعني روبليساج، لان الاشغال تاع لا ديك راهي انتهت. وهذا نقول مكسب كبير في مؤسسه وطنيه عموميه معروفه كوسيدار غير تقوم بالاشغال، وكل المشاكل تاعها تحلت على المستوى المحلي. بقات فقط دوك اليوم كما نقولوا ندخل في المرحله النهائيه، وهي عمليه نعمر هذا السد، هذا بيكون جاهز ان شاء الله للسنه المقبله. شيء اخر اليوم فيها لي كوندويت هذوك لي كاناليزاسيون راح تنطلق اون باراليل. كانتنا زياره ايضا لصرح كبير وهو القطب الجامعي 8000 مقعد بيداغوجي، راح نستلم جزئين 5000، ونقول هذا راح يحل مشكل على بعض المعاهد اللي كانت تعاني مشكل، كانت موجوده في بعض المؤسسات تاع قطاع التربيه، ان شاء الله هو الاخر في نهايه السنه راح نستلمه، لان بقات عمليه تجهيز فقط. كذلك صرح كبير وهو مجلس القضاء، نعرف الولايه تاعنا اليوم راهي كما نقول في هذا الجانب هذا في مؤسسه قديمه، اليوم هذا الصرح اللي شفتوه في التاسع 575 مكتب زائد 6 قاعات كما نقول المداولات، تقدر نقول اليوم هذا المكسب هذا راح يفك المشكل، سواء بالنسبه للقضاة، سواء بالنسبه للمحامين، سواء بالنسبه للمتقاضين، يعني كل الظروف مهيئه وبتبنى يعني بشروط دقيقه، يعني متوفر فيها كل الاستلزامات الضروريه ان شاء الله. ان شاء الله هذا العام راح نستلم المشاريع الكبرى على مستوى الولايه، ومازالت مشاريع اخرى راح نزورها ان شاء الله.